السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم جينا لبحر التماريس وتلاقينا بهلال الأحمر ونصحونا على المرض كوفيد، بما المرض راه كاين خاصنا نردوا البال، نديروا الكمامات، نديروا التباعد، وتنطلبوا الله يهز عنا هذا الوباء على خير وبخير، وتنشكروا الهلال الأحمر اللي نصحونا على التباعد ونصحونا على الكمامات ونصحونا على الوقاية ونصحونا على ما ندخلوش المرض لوالدينا، لأن إلا دخلنا المرض غنمرضوا معاهم. وتنطلبوا الله يهز عنا هذا الوباء على خير وبخير، وعاش الملك. شاطئ الحمد لله ونشكروا من البحور النقيين ومن البحور اللي تنصحوا الناس بما كاين التباعد وكاين كاين المرض، خاصنا نردوا البال. إذا كنشوف السلطات دايره الجهد ديالها، الجمعيات بينهم الهلال الأحمر دايرين الدور ديالهم باش يبقى. الحمد لله داكشي تيبان لنا مزيان، غير خاص غير المواطن يكمل من عنده، بما راه الهلال الاحمر والناس ديال السلطه راه دايره مجهوده، خاصنا غير حنا نكملوا المجهود ديالنا والمجهود ديال الله سبحانه وتعالى. معكم أمي العسري من اقليم النواصر، جمعيه الهلال الاحمر المغربي. كانت عندنا اليوم واحد الحمله كتدور على ود التدابير الاحترازيه لكوفيد 19. كان عندنا بقينا واحد الاقبال زوين من عند الناس اللي كاينين هنا في طماريس، من ناحيه اننا وصلنا لهم باللي ضروري خاصهم يكون تباعد بيناتهم، ما خاصهمش يتجنبوا ان يكونوا في الاماكن المختلطه اللي فيها بزاف ديال الناس، وما يتصافحوش ما يسلموش، يغسلوا يديهم ضروري من وضع الكمامه، هذه ضروري منها لان باش نتفاداو اننا نمرضوا بالكوفيد، وضروري ان نحترموا التدابير الاحترازيه باش نوصلوا للهدف ديالنا ويتنقص العدد ديال المصابين، لان كان تزايد كبير في عدد المصابين هاد الايام، وكنرجعوا للمراحل الاولى ديال الكوفيد واكثر، وخاصنا نحترموا بزاف هاد الشيء، حيت الا خاصنا على الاقل ما حميناش راسنا نحميو الناس اللي دايرين بينا. الا ما كانش عندك اهميه لراسك خاص تكون عندك اهميه بالناس اللي دايرين بك. هكذا كانت الحمله، ولقينا واحد الاقبال زوين من عند الناس اللي تعاونوا معنا. كان واحد الاقبال من ناحيه ان بنادم عارف ديجا عارف يعني التدابير اللي خاصهم يكونوا عليها، والحمد لله كنتمنى هذه الحمله تنجح ان شاء الله باذن الله. نقول لك اول حاجه الناس الا بغاو يخرجوا من هذه الازمه هذه، وخلونا يعني حنا اللي كناكل العصا، حنا اللي كناكل العصا بالنسبه اللي جالسين سميتو، بالنسبه حنا اللي خدامين وتنخرجوا، ما بغيناش داك الحجر، ما بغيناش نوصلوا لواحد المستوى ثاني اللي وصلوا فيه شي دول. الحمد لله كاين تلقيح موجود، دابا الانسان كيمشي تتلقاح كبير وصغير. كنتمنوا هذا الارتفاع ديال هذه الاصابات تنزل، وتنترحموا على دوك الناس اللي توفوا. انت ملقح الاولى؟ ملقح الاولى والثانيه بطبيعه الحال، كلشي ملقح، كلشي. الدراري راه داروا الاولى، دابا هذه ديال الدراري الصغار هذو راه داروا الاولى ديالهم وباقي عليهم الثانيه، والحمد لله. واش اللي كنطلبوا من الناس من يلتزموا ويزيدوا يلتزموا باش نخرجوا عاوتاني للحياه. باش لان لا بنادم الا انسان الا بقى بحال هكا راه غادي نعاود نمرضوا، والمرض ونفسيا خايب اكثر من الانسان اللي كيكون مريض سميتو. ونتمنوا الانسان الناس ديالنا والله يرفعنا هذا الوباء، الله يحفظ البلد ديالنا والوطن ديالنا وهادشي اللي كاين. حنا جمعيه الهلال الاحمر من اقليم النواصر، هبطنا للشاطئ اليوم شاطئ طماريس، لقينا نفرقوا الكمامات، لقينا تجاوب مع الناس في التعقيم وفي الاخذ وفي الاحترام وفي كل شيء، وكانت المبادره زوينه وتسجلنا مع الناس وكان كل شيء على احسن ما يرام، ونصحناهم على التباعد وعلى صحنا مع التباعد، ووزعنا 2000 كمامه، وماشي الغرض حنا ديالنا هو نوزعوا الكمامه، الغرض ديالنا هو نعطيوهم نصائح على التباعد وعلى التنظيف وعلى التعقيم، هذا الشيء اللي بغينا حنا نوصلوا ليه. ما بغيناش غير نوزعوا الكمامه وصافي، راه كل شيء يقدر يشري الكمام، مي حنا بغينا نوعيوهم باللي راه الكمام كاينين، وميس خاص التباعد وخاص النظافه وخاص بزاف ديال الحوايج. وحتى في البحر لقينا تجاوب مع الناس وكل شيء داز على احسن ما يرام. وعليه خاصنا نخرجوا الكمامات الوقائيه والتباعد الجسدي، واحترموا جميع الاجراءات الاحترازيه اللي اعلنت عليها الدوله، لا قدر الله غادي يكون اخطر من الفتره السابقه، فالمرجو من الجميع المزيد من الحيطه والحذر.